بسم الله الرحمن الرحيم، أنا زميلكم محمد الدرباني، وإن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة نبدأ بداية بإيش التريجو بلاطاين فوسا. يعني التريجو بلاطاين فوسا هي الفوسا الموجودة في المنطقة هاي، شايفين هاي الفوسا المنطقة الموجودة هان، هي التريجو بلاطاين فوسا حتى جاي شكلها هيك، فأجوا بيشبهوها بإيش؟ بإنفيرتد تير دروب، يعني كيف الدمعة بس مقلوبة هيك، إنفيرتد تير دروب، تمام؟ سبيس جاي، يعني يلا سؤال، جاي على اللاترال سايد اوف ذا سكال ولا انتيريور؟ على اللاترال سايد اوف ذا سكال منطق، تمام، هاي شو شايفها قدامي. طيب لو بدنا نطلع على الوولز تبعتها بقول لي انتيريورلي، بتلاقي مين؟ البوستيريور سيرفس من المجزل، هاي الفسه هان، شو انتيريورلي لها؟ هاي المجزله، بس البوستيريور سيرفس اوف المجزله، تمام. طيب قول لي شو في ميديال لها؟ ايوه ها نطلع، يعني هاي هان في عمق هذه الصوره، في عمقها في عندنا البلاتاين بون، بس لا مش البلاتاين بون، بدي بالضبط شو، ركز شو بالضبطها. ايوه هاي كان هنا البيربنديكولار بليت من البلاتاين بون، تمام. اذا هاي هذا الكلام شايفينه، هاي ها ترى هاي، ركزوا هاي المنطقه، شو حتلاقي اخضر مباشره. اذا البيربنديكولار بليت اوف بلاتاين بون جايه ميديالي لهذه الفسه، تمام، وبوستيريور اللي احنا عندنا الفسه هي هان، بوستيريور شو بتلاقي؟ هي هاي البروسيس، شو هاي البروسيس؟ التريجويد بروسيس، تمام، تريجويد بروسيس اوف سفينويد بون، تريجويد بروسيس اوف سفينويد بون جايه بوستيريورلي. طيب وبالروف مين جاي بالروف؟ هاي الروف السقفيه، ايش هاي السقفيه؟ ايش سفينويد بون، ممتاز. اذا انتيريورلي البوستيريور سيرفيس اوف ماكزيلا، بوستيريورلي تريجويد بليت اوف سفينويد بون، سوبيريورلي سفينويد بون، ميديالي البيربنديكولار بليت اوف بلاتاين بون. الان شوفوا هذه المعلومه اللي مهمه جدا، والله يعني تقريبا في كل سؤال بيجي اتليست 1 كويستشن، يعني على الاقل سؤال واحد، تمام. يعني انا اذكر لما قدمت انا امتحان اجى تقريبا سؤالين على هذا، على هاي السلايد فقط اللي بقول لكم اياها الان. طيب شو هي اللي هي اسمها تريجو بلاتاين فوسا جيت ويز؟ شو معناها؟ انه انا عندي هاي تريجو بلاتاين فوسا، الان هاي التريجو بلاتاين فوسا رح تلاقي في فيزلز بتتواصل، يعني هاي الفيزل مثلا هذا بيمر من هنا بفوت على الاوربت مثلا، او في فيزلز مثلا او ارتريز بتمر من هنا على النوز، او من هنا على الانفرتمبرال فوسا مثلا، او من هنا على الفارنكس بترجع، تمام، فاشياء مختلفه، او من هنا على البلت، تمام. فبالتالي عشان يتحرك الفيزل من التريجو بلاتاين فوسا الى هذول اللي حكيتهم قبل شوي، لازم يكون في اشياء او جيت ويز، يعني زي ابواب او ممرات بتمر فيها هاي الفيزلز، وهذا راح نحكي عنه، تمام. طيب الان في عمق الصوره هاي هنا، لو انه تريجو بلاتاين فوسا هاي بدي افوت منها على النيزل كافيتي، تمام، لازم ممر بفره من هنا موجوده اسمها ايش؟ سفينو بلاتاين فورامين، تمام. اذا من التريجو بلاتاين فوسا لو بدي افوت على النيزل كافيتي، كيف فورامين؟ ايش اسمها؟ سفينو بلاتاين، سفينو بلاتاين فورامين، هاي وحده. الان لو من هاي الفسه هاي تريجو بلاتاين فوسا وبدي افوت على الايش؟ الانفيريور اوربيتال فيشر اللي هو هذا هاي من هاي، كيف يعني؟ بالله فرجيني اياها، ترى كيف مثلا هاي هذا، خلينا نشيل الاوربت، ترى مثلا هاي هذا ماكزيلري نيرف، ها بدي افوت على الاوربت، كيف مر من وين؟ مر بانفيريور اوربيتال فيشر، صح؟ هيك قصدي. اذا انا لو بدي اشبك ما بين التريجو بلاتاين فوسا والاوربت، لازم امر في ايش؟ بالانفيريور اوربيتال فيشر. اذا بدي اشبك ما بين التريجو بلاتاين فوسا والفلور اوف ذا اوربت، لازم امر بالانفيريور اوربيتال فيشر اللي هو هذا، قلنا في سوبيريور اوربيتال فيشر، تمام، في انفيريور، تمام. اذا بدي امر على الفلور لازم امر بالانفيريور اوربيتال فيشر. طيب الان لو بدي امر على من التريجو بلاتاين فوسا على الانفرا تمبرال فوسا، هي بتعرفوها، لازم نمر بالتريجو ماكزيلاري فيشر اللي هو هذا، تمام، لازم نمر في التريجو ماكزيلاري فيشر. اذا من التريجو بلاتاين فوسا الى الانفرا تمبرال فوسا لازم نمر هنا هيك بالتريجو ماكزيلاري فيشر، ممتاز. الان لو بدي امر على من التريجو بلاتاين فوسا على الكرينيال كافيتي او ميدل كرينيال فوسا، بتقول لي في فورامين هان موجوده، مين الفورامين اللي مسؤوله عن هذا الكلام؟ فورامين روتندم، فورامين روتندم اللي هي هيها، خليني افرجيكم اياها، هاي اوبتيك، لا مش هان، ها طلع كيف؟ هاي فورامين ايش؟ روتندم، ركز، طلع كيف؟ هاي شايفينها هاي؟ هاي فورامين روتندم. اذا انا في التريجو بلاتاين فوسا هنا لو بدي امر على الميدل كرينيال فوسا، لازم امر في هاي الكنال اللي اسمها ايش؟ فورامين روتندم، كلام منطقي هي قدامك، تمام. طيب واذا بدي ارجع على الميدل كرينيال فوسا برضه في الكرينيال كافيتي، بمر برضه في كنال اسمها تيريجويد كنال،
تيريجويد كانال. من الامور من الاشياء اللي بتمر في التيريجويد كانال، ها خلنا افرجيكم، هنا اشيل هذا عشان توضح الصوره. في عندنا هذا النيرف، شايفين هذا النيرف اسمه نيرف تو تيريجويد كانال او نيرف اوف تيريجويد كانال، فهو بمر في هاي الكنال، قلت لكم عنها قبل شوي، هاي هيك هاي كانت تيجي هنا اسمها نيرف او تيريجويد كانال، فبمر من هذا النيرف اسمه نيرف تو تيريجويد كانال، ان شاء الله انها واضحه. طيب تمام. وفي عندنا لو بدي ارجع من التريجوبلاتاين فوسا على الفارينكس، على الفارينكس يعني احنا في عندنا اشياء بترجع الفارينكس، نعم راح نحكي عنها ان شاء الله تعالى، مثلا زي هذا او مثلا هذا، عفوا خلينا نحدده بالضبط وين. طيب هذا نيرف تو تيريجويد كانال ماكسيلاري، بعطي برانش اسمه فارينجيال برانش، في برانش بيطلع اسمه فارينجيال برانش، هاي شايفينه فارينجيال برانش طلع من هنا من منطقه التريجو تريجو بلاتاين جانجليون. المهم هاي هذا الفارينجيال برانش، اذا الفارينجيال برانش هنا في عندنا كانال اسمها ايش اللي بتودي على الفارينكس، ايش اسمها؟ اسمها بلاتو فاجينال كانال، بلاتو فاجينال كانال، بلاتو فاجينال كانال. اذا اذا بدي اروح على الفارينكس بلاتو فاجينال كانال، لو بدي اروح على الميدل كرين الفوسي في عندنا ايش؟ تيريجويد كانال اللي هي هاي تيريجويد كانال، بمر فيها النيرف تو تيريجويد تمام. وفي عندنا ايش الفورامين اللي قلنا لكم عنها اسمها فورامين روتندم، فورامين روتندم مثلا، هاي شايفين فورامين روتندم اللي اصلا طلع منها المكزيلاري نيرف تذكرين فورامين روتندم. طيب الان لو بدي اروح على الروف اوف ذا اوربت، يعني انا بدي انزل هان على الروف هذا، على الروف تبعت الاورال كافيتي، عفوا مش اوربت، على الروف تبع الايش الاورال كافيتي ماشي، اللي هي البلت، منطقه البلت، كيف بدي امر؟ هي هذا جريتر بلاتاين نيرف مر، اجى من المكزيلاري، كيف اجى من المكزيلاري؟ بقول لي عن طريق هاي، شايفين هنا هاي، شايفين هاي هذا، هذا هو الجريتر بلاتاين نيرف، كيف نزل على الروف اوف ذا اورال كافيتي؟ مر في كنال اسمها بلاتاين كنال، اسمها بلاتاين والاسم ديسكريبتيف، بلاتاين يعني رايحه على البلت تمام؟ ان شاء الله انها واضحه وراح نرجع ناكد عليها بالسلايدات. ممتاز جدا. الان بدنا نحكي نبدا بالمكزيلاري نيرف، واللي بتعرفوه عن المكزيلاري نيرف الى الان انه هو واحد من البرانشز اوف ترايجيمينال نيرف، فاحنا عندنا هاي ترايجيمينال نيرف، بعطي اوف ثالاميك منديبلر وهي ماكسيلاري ماشي. طيب كيف بطلع من الميدل كرينيال فوسا؟ عن طريق الفورامين اللي شفناها كنا قبل شوي، اللي هي ايش؟ فورامين روتندم، ها ترى كيف فورامين روتندم الموجوده في السفينويد 1، هاي شايفين فورامين روتندم طلع منها هذا النيرف اللي اسمه ماكسيلاري نيرف. ممتاز، هي وحده. ثاني شيء اكزيت، هو بقول لي بطلع من التيريجو بلاتاين فوسايت، هاي هذا المكزيلاري نيرف، المكزيلاري نيرف موجود، اهم شيء موجود في التيريجو بلاتاين فوسا هو المكزيلاري نيرف، بيطلع من التيريجو بلاتاين فوسا يعني ايش يعني ككونتينيويشن له ايش بيطلع؟ بيطلع هيو شايفين كيف بيطلع؟ بيطلع از انفرا، هاي شايفين از انفرا اوربيتال نيرف، بيطلع از انفرا اوربيتال نيرف. كيف هذا المكزيلاري نيرف كيف طلع؟ عن طريق هاي الفشر اللي اسمها ايش؟ inferior orbital fissure. ما احنا قلنا قبل شوي اي شيء بدك تشبكه بالفلور اوف ذا اوربت مع التريجو بلاتاين فوسا لازم يمر بالانفيريور اوربيتال فشر. راح اظل اعيد هذه المعلومات، كل ما اذكر شيء اعيد المعلومه هاي تمام، ديروا بالكم حذاري تمام. طيب بصير ايش؟ انفرا اوربيتال نيرف، انفرا اوربيتال نيرف عن طريق انفيريور اوربيتال فشر. اذا انفرا اوربيتال نيرف هل اسمه منطقي؟ انفرا اوربيتال، انفرا معناها تحت، اوربيتال اوربت العين، فانفرا اوربت تحت العين، هو النيرف موجود تحت العين مزبوط، بمر بهاي الكنال اسمها انفرا اوربيتال كنال. ممتاز. الان المكزيلاري نيرف، المكزيلاري نيرف بعطي برانشز مختلفه، هيو قدامنا المكزيلاري نيرف بعطي برانشز مختلفه. شو هي هاي البرانشز؟ اول شيء نبدا باوربيتال برانشز تمام، اوربيتال برانشز شايفين اوربيتال برانشز بتطلع من المكزيلاري، هاي مكزيلاري اثنين، هاي تو اوربيتال برانشز. في عندنا جريتر بلاتاين وليسر بلاتاين، فجريتر بلاتاين هيو تمام، جريتر بلاتاين نيرف وبعطي ايش؟ ليسر بلاتاين، اذا هاي جريتر بلاتاين وهي ليسر بلاتاين. بعطي برانشز اسمها نيزل برانشز تمام، هاي نيزل برانشز، نيزل برانشز. في برانش برضو فرجيتكم اياها هسه اسمه فارينجيال برانش، هيو فارينجيال برانش رايح على الفارينكس، كيف رايح على الفارينكس او على النيزو فارينكس؟ عن طريق الايش؟ النيزو او عفوا عن طريق الاسم الكنال بلاتو فاجينال كنال تمام، بروح على النيزو فارينكس. ممتاز. وفي عندنا برانش ايضا هيو اسمه زايجوماتيك برانش، اسمه زايجوماتيك برانش، وبتعرفوا شو التكمله، زايجوماتيكو فيشل وزايجوماتيكو تمبورال. طيب وفي برانش برضه هيو شايفينه هذا اسمه بوستيريور
superior alveolar، posterior superior alveolar. هاي شايفين نازل باتجاهها، اسمه posterior يعني رايح على الاسنان اللي ورا، superior اللي ورا اللي فوق الابر جو يعني alveolar، فراح يعطي المولر تيث كبلب، كبلب تمام، كبلب يعطيها كبلب تمام، وراح يعطيها برضه كبك الجنجيفا، راح نحكي عنه ان شاء الله تعالى بالتفصيل تمام. وبعطي واحد هيو هاي 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 مش هذا المكزيلاري، اه راح يعطي هذا النيرف اللي مر جوا الكنال، هاي هذا شو اسمه انفرا اوربيتال نيرف، انفرا اوربيتال نيرف. فهي كلهم هذه عنوان محاضرتنا اليوم، المكزيلاري نيرف والبرانشز تبعته، المكزيلاري نيرف والبرانشز تبعته. ونبدا اول شيء بالجريتر بالاتاين نيرف. الى الجريتر بالاتاين نيرف هيو قدامكم، هيكم شايفينه من تحت، فخلينا نشوف شو بحكي لي عنه ونمشي نشوف هاي الكلام صحيح ولا لا. اذا يلا بسال سؤال قبل، عشان نشبك من التريجو بلاتاين فوسا وننزل على الروف اوف ذا اورال كافيتي اللي هي البلات، شو اسم الكنال اللي لازم نمر فيها؟ بلاتاين كنال. فبقول لي باس او ثرو، باس ثرو بلاتاين كنال. شو بقول لي؟ باس انفيريورلي فريم تريجو بلاتاين جانجليون. هيو هاي الجانجليا شايفينها، وهي واحده من الباراسمبثات الجانجليا تمام، واحده من الباراسمبثات الجانجليا بتمر بتكون موجوده في التريجو بلاتاين فوسا، ثم هذاك بتعطي برانش اسمه ايش؟ جريتر بلاتاين نيرف تمام، جريتر بلاتاين. بقول لي بينزل ثرو ايش الكنال؟ بلاتاين كنال. هاي هالكنال هاي اللي مر فيها، شايفين هالكنال مر فيها اسمها بلاتاين كنال، لحد ما ينزل تحت بمر في ايش؟ سمول فورامين. هيها شايفين هاي السمول فورامين اللي طلع منها اسمها جريتر بلاتاين فورامين، جريتر بلاتاين فورامين. وبعطي الروف of the oral cavity، البلت يعني، بعطي الروف of the oral cavity to innervate the mucosa، بعطي الميوكوزا لمتى؟ as far as premolars. إذا هاي منطقة المولرز تمام؟ وهاي منطقة البريمولرز، عندهم بيوقفن ايش؟ ال greater palatine nerve. بعطي شو ميوكوزا يعني كل الميوكوزا اللي هان بعطيها greater palatine. يلا لو بدك تخدر اشي في المنطقة هاي شو اسم النيرف بتعمل له بلوك أو اللي بتخدره؟ اسمه ايش؟ جريتر بلاتاين. طب التخدير معناها انستيزيا، انستيزيا. فانت لو بدك تعمل انستيزيا للبلت في المنطقه هاي بتخدر لي ايش اسم النيرف؟ جريتر بلاتاين نيرف، جريتر بلاتاين نيرف. الان هذا الجريتر بلاتاين بعطي برانش وهو نازل اسمه بوستيريور انفيريور نيزل نيرفز، بوستيريور انفيريور نيزل. فراح يعطي منطقه النوز بوستيريورلي، هاي طلع ترى كيف قريب هذا المكان، هذا قريب من منطقة النيزل كافيتي تمام، قريب منها. فبعطي واحد نيرف اسمه posterior inferior nasal nerves. فلو قلت لك posterior inferior nasal nerves جاي من مين؟ greater palatine، دير بالك. وقلنا في ان الليسر palatine هيو اللي بروح وين؟ ها بيجي عند منطقة السوفت palate ورا تمام، فبعطي supply للسوفت palate ممتاز. طيب هاي واحدة عفوا. ثاني شيء من المكزيلاري نيرف في عندنا نيزل برانشز، نيزل برانشز تمام. الان النيزل برانشز عندنا نيرف اسمه بوستيريور سوبيريور لاترال نيزل نيرفز تمام. ايوه الان انا بسالكم سؤال، يلا انتم جاوبوني، المفروض انكم بتعرفوا هسه، يلا احفظوا معي. يعني اي شيء بده يمر من التريجو بلاتاين فوسا ويروح على النيزل كافيتي لازم يمر بفورامين، شو اسمها؟ سفينو بلاتاين فورامين، صح ولا لا؟ مش حكينا سفينو بلاتاين فورامين. فايو طلعوا كيف فايت على السفينو بلاتاين فورامين، فات وفات على النيزل كافيتي. ها خلينا نرجع نحط هذه عشان تروح الكارتليجز اللي موجوده هنا او نشوف منيح. طلع كيف هاي النيرف هذا اجين نحدد منيح، هيو نيزو بلاتاين نيرف فات بسفينو بلاتاين فورامين، طلعوا عليه بتلاقوه جوا ايش؟ النوز. فخلص يعني قلنا لكم فات من السفينو بلاتاين فوسا، تريجو بلاتاين فوسا نفسها، سينو بلاتاين او تريجو بلاتاين فوسا على النيزل كافيتي، شايفين كيف؟ كيف عن طريق ايش؟ سفينو بلاتاين فورامين. وبقول لي بعطي اللاترال وول، احنا عندنا النيزل كافيتي في لها لاترال وول وفي لها ميديال وول وفي لها روف وفي لها فلور ارضيه. فهو هذا بعطي اللاترال وول، تمام؟ بعطي اللاترال وول في النيزل كافيتي، هل هذا كلام حفظ؟ لا، اسمه النير، شو اسم النير؟ بوستير نيزل برانشز، واحد اسمه بوستيريور سوبيريور لاترال نيزل، بوستيريور يعني النيزل كافيتي اللي ورا. بوستير سوبيريور من فوق يعني لا تنزل من فوق، لاترال نيزل يعني لاترال وول تمام. اذا مش حفظ تمام، برضو في ان نيرف ايش اسمه نفس الشيء بوستيريور سوبيريور بس ايش؟ ميديال نيزل. فبعطي السبتة، بعطي الميديال وول من النيزل كافيتي تمام، نيزل سبتم بنسميها. طيب الان برضو في ان هذول نيزل برانشز، برضو في ان هذا اللي احنا نحكي عنه
في عندنا برانش اسمه ايش؟ نيزوبلاتاين. اذا احنا شرحنا عن نيزوبلاتاين ازف انهم ايش؟ النيزل برانشز. اذا النيزل برانشز من المكزيلري ايش اسم؟ مش موجودات بالتطبيق، اسمهم بوستيريور سوبيريور لاترال نيزل وميديال نيزل. لاترال نيزل بعطي اللاترال وول، ميديال نيزل بيجي بعطي نيزل سبتا. وفي عندنا برضه نيرف ايش اسمه؟ هيو قدامك اسمه نيزل بلاتاين او نيزوبلاتاين. نيزوبلاتاين نيرف اسمه تمام هو اللارجست، اللارجست نيزوبلاتاين نيرف. باسز فورورد اند داون وورد داون ذا ميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي. نطلع ها طلع بيجي بنزل فورورد بيقدم لقدام، شايفينه مش بيقدم لقدام، هيو ماشي لقدام ها بيقدم لقدام وبنزل لحد ما يصل للميديال وول، صح ولا لا؟ اذا تمام معلومتك صحيحه. ثم بعد ذلك انا شايفه انه بمر في فسها، هيو هي نيزل نيزوبلاتاين صح؟ اذا اسمه نيزوبلاتاين يعني جاي من النيزل كافيتي بده ينزل على البلت، والله اسمه منطقي. نيزو بلاتاين يعني من النيزل كافيتي صح؟ ها اسمع الاسم نيزو يعني نيزل كافيتي نازل على البلاتاين، اذا على البلت نيزو بلاتاين. فبيمر في هاي الكنال، شايفينها الكنال هاي؟ هاي الكنال اللي بنسميها انسايسيف فورامين، تمام؟ بيمر بالانسايسيف فورامين او بالانسايسيف كنال، هاي كنال. فبيمر بالانسايسيف كنال بيضل نازل لحد ما يصل ايش؟ الانتيريور بارت. ها شايفين كيف هنا؟ طلع كيف؟ بعطي خلينا نشيل المانديبل عشان تشوفوه. فهي النيزو بلاتاين تمام نزل بالانسايسيف كانال، وبعطي الجنجيفا او الميوكوزا اللي بوستيريور للانسايزر تيث. دقيقه شوي، الانسايزر تيث مع الكيناين، الجنجيفا اللي وراهم او الميوكوزا او الاورال ميوكوزا اللي وراهم مين اعطيها نيرف سبلاي؟ نيزو بلاتاين نيرف. طيب النيزل او الاورال ميوكوزا اللي من عند منطقه المولر از فار از بري مولرز مين اعطاها هذا؟ شو اسمه؟ جريتر بلاتاين. اذا احفظ معي، فلو بدك تخدر المنطقه الاماميه هاي من الاورال ميوكوزا، شو اسم النيرف اللي انت بتعمل له بلوك او انستيزيا؟ اسمه نيزو بلاتاين نيرف، نيزو بلاتاين نيرف. وهذا كلام مهم. ثم بعد ذلك من البرانشز اللي بتطلع من، خلينا نشيل عشان نشوف منيح، من المكزيلري نيرف اسمه فارنجيال نيرف. شايفين فارنجيال نيرف؟ اذا الفارنجيال نيرف قلت لكم بالله بالله عليكم، انا من التريجو بلاتاين فسه لو بدي اروح على الفينكس بدي ارجع بوستيريورلي ولا شو؟ اه طبعا، فبقول لي باسز بوستيريورلي من التريجو بلاتاين جانجليون. اهلا وسهلا، طب يعني معلومه منطقيه مش بحاجه، تمام؟ هي وحده لحد انا مش مطلوب مني احفظ ايش عن الفارنجيال نيرف. ثاني اشي بقول لي ليفز التريجو بلاتاين جانجليون عن طريق ايش؟ الكنال. شو اسم الكنال؟ بلاتو فاجينال كنال. طب والله حكيتها لما حكيت عن الجيت ويز تبعت التريجو بلاتاين فسه، فهي ثاني معلومة ذكرت مش بحاجة إني أحفظها. ثالث شيء هذا النيرف شو اسمه؟ فارنجيال. فهل راح يروح يعطي شو؟ راح يروح يعطي الفارنكس. فارنكس يعني البلعوم، تمام؟ إيش راح يعطي من الفارنكس؟ راح يعطي الميوكوزا والجلاند تبعت النيزو فارنكس، تبعت النيزو فارنكس. ها خلينا نحط هذا هيك، فهي النيزو فارنكس. شايفين هي 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 النيرف، هاي النيرف تبعنا، هيو هذا هو فارنجيال برانش، رايح وين؟ عند النيزوفارينكس، فبعطي الميكوزا والايش؟ والجلاند تبعت النيزوفارينكس. إذا والله ثلاث معلومات ذكرت عن الفارنجيال نيرف، والله لو أنا بدالكم ما بحفظ ولا إشي منها. ليش؟ أنا حفظت سابقا إنه أنا أو أنا بعرف إنه تريك بلاتاين فستان جاية والفرنج زي بوستيريورلي، فبقول لي باسس بوستيريورلي، أهلا وسهلا. ثاني شيء انا حفظت سابقا عن الجيت ويز انه اي شيء بده يعمل كوميونيكيشن ما بين التريجو بلاتاين فسه والفرنكس لازم يمر ببلاتو فاجينال كنال، وهذا الفرنجيال نيرف مش شيء اكسبشن، لا تنطبق عليه القاعده. لذلك بقول لي باسز ثرو بلاتو فاجينال كنال، برضو اهلا وسهلا معلومه بعرفها. ثالث شيء اسمه فرنجيال، فراح يروح يعطي فرنكس. مين من الفرنكس ممكن احفظ؟ هاي نيزو فرنكس، تمام؟ الميكوزا و ايش الجلانز اللي موجوده في النيزو فارينكس. انه يعني ايش معناها؟ انه مش اورو فارينكس، معناها مكتوب لي نيزو فارينكس سبيسيفيكلي فنلتزم به بس. تخيلوا المعلومه هاي مصعبها. ثم بعد ذلك حكينا عن المكزيلري نيرف، هيو احد البرانشز تبعته هذا اللي اسمه زايجوماتيك. الان بسالك سؤال، انا بسالك سؤال، الزايجوماتيك هيو مش فات على الاورال كافيتي، على عفوا الاوربيتال كافيتي صحيح؟ اي شيء بده يتواصل ما بين تيريجو بلاتاين فسة وما بين الفلور اوف ذا اوربت مش لازم يمر بالانفيريور اوربيتال فيشر؟ نعم اه والله صحيح. اذا هاي اول معلومه، بقول لي الزايجوماتيك نيرف بيجي من التيريجو بلاتاين فسة بمر بالانفيريور اوربيتال فيشر. يا سلام، اه والله شايفين كيف.
ثم بعد ذلك بيقول لي بعطي زيجوماتيكو تيمبورال وزيجوماتيكو فيشل. انا هاي النيرف هاي شايفين فات في العظم هاي، وبعد ما فات في العظم هاي بعطي هذا النيرف اللي اسمه زيجوماتيكو فيشل وهذا النيرف اللي اسمه زيجوماتيكو تيمبورال اللي بيفتح من ورا هنا. تمام، اذا زيجوماتيكو فيشل وزيجوماتيكو تيمبورال. الان زيجوماتيكو تيمبورال بعطي السكين اوفر ذا تيمبل، طب والزيجوماتيكو فيشل بعطي السكين اوفر ذا برومينس اوف ذا تشيك. هي هاي المنطقه هاي برومينس اوف تشيك، اهلا وسهلا، ممتاز صحيح. خلاص هيك خلصنا، هي خلصنا عن ايش الزيجوماتيك نيرف. والله انه الموضوع كثير بسيط تمام، لكن شو اسمه يعني انا هيك بمر بفرجيكم اياه عشان برضو تتاكدوا. طيب جميل جدا، في عندنا برضو برانش اعطاه هذا النيرف، اعطاه الماكسيلاري نيرف هيو، هذا ايش اسمه برانش هيو، شايفين هذا البرانش هيو هيو هذا هذا اسمه بوستيريور سوبيريور الفيلر. اي شيء اي شيء بده يتواصل من التريجو بلاتاين فوسا على الانفرتمبرال فوسا، مش هو نازل على الانفرتمبرال فوسا، اه لازم يمر بايش بالتريجو ماكسيلاري فيشر. هيو قدامك، هل هذا ما ماشي بالتريجو ماكسيلاري فيشر؟ اه والله هيو ماشي بالتريجو ماكسيلاري فيشر. اذا انا هاي معلومه والله مش بحاجه اني احفظها، انا حفظت قبل الجيت ويز ما بين التريجو بلاتاين فوسا واشياء مختلفه، خلاص بمشي عليها. هذا بوستيريور سوبي الفيلر، بتخيل انا هيني باخذ سكرين شوت لهي الصوره في عقلي طبعا، بدي امر من التريجو بلاتاين فوسا، بدي انزل تحت على الانفرا اوربيتال انفرا تمبورال فوسا، كيف بدي امر؟ بدي امر بالتريجو ماكسيلاري فيشر، بس هيو مر بالتريجو ماكسيلاري فيشر. طيب بمر بفوت هنا، ترى كيف بيجي على سمول فورامينا موجوده هان، بفوت فيهم، بفوت ثرو ايش؟ سمول الفيلر فورامين، الفيلر فورامين، احنا البون هذا مسميه الفيلر بون، مش عارفين مش احنا ها ترى كيف؟ مش قلنا هذول اسمهم الفيلر بروسيسز؟ نعم، فبمر بفورامينا سميناهم الفيلر فورامينا بس بكل بساطه. فبعطي المولر تيث اند ادجيسنت بكال جنجيفا اند ماكسيلاري ساينس، دقيقه شوي، بعطي التيث هاي شايفينها المولر تيث، بعطيها كبلب وبعطي شوي من البكال جنجيفا، هاي وحده، وبعطي الماكسيلاري ساينس. هو جاي على البوستيريور وول اوف ماكسيلاري ساينس، ترى هو وين ماشي؟ ايوه اسم النيرف ايش؟ بوستيريور سوبيريور الفيلر، ها اكبس بوستيريور سوبيريور الفيلر، وين جاي؟ ها هاي الماكسيلاري ساينس، ها هاي الماكسيلاري ساينس. فهو اذا ماشي هان، اذا النيرف ماشي هان نازل هيك، فهو جاي على البوستيريور وول صح؟ فبعطي الماكسيلاري ساينس ايش؟ نيرف سبلاي، بس بكل بساطه هذا كل ما يذكر عن بوستيريور سوبيريور الفيلر نيرف. طيب كمان برانش عن الماكسيلاري نيرف، هيو هذا الدايركت كونتينيويشن، هاي الماكسيلاري نيرف، شو الدايركت كونتينيويشن له؟ هذا شو هذا؟ انفرا اوربيتال نيرف. فطلع كيف هاي اول كلمه حكيتها انا هسه، هاي مكتوبه بالسلايدات، دايركت كونتينيويشن اوف ماكسيلاري نيرف، ايش من هو؟ الانفرا اوربيتال نيرف. فلو سالتك which of the following is considered the direct continuation of maxillary nerve، شو بتقول لي؟ انفرا اوربيتال، انفرا اوربيتال نيرف، تمام؟ انفرا اوربيتال نيرف، تمام. بمر ايش يا شباب؟ بمر خلال ايش؟ اي بتقول لي انت هو جاي من وين؟ جاي من التريجو بلاتاين فوسا على الفلور اوف ذا اوربت، اكيد راح يمر بالانفير اوربيتال فيشر. هذا لو شخص مركز معي تمام وعرف الجيت ويز، بقول لك صحيح والله مش بحاجه انك تحفظ والله الكلام المكتوب، هذا حشو ما له دخل، ما له دخل تمام، لكن يذكر تذكير تمام عشان تتذكر انت عن الجيت ويز. اي شيء يمر من التريجو بلاتاين فوسا على الفلور اوف ذا اوربت لازم يمر بالانفيريور اوربيتال فيشر، فهي بقول لي مر ثرو الانفيريور اوربيتال فيشر، ممتاز. ثم بعد ذلك فات في الكنال هذه، شايفين الكنال هاي اسمها ايش؟ انفرا اوربيتال كنال، هاي كان اسمها انفرا اوربيتال كنال، هاي تفتح بالفلور اوف ذا اوربت وبتطلع انفرا اوربيتال يعني تحت الاوربت، تمام؟ ممتاز، اذا فر مر فيها انفرا اوربيتال كنال. ايوه اسمعوا المعلومه هاي، المعلومه الفشيخيه هاي. الان الانفرا اوربيتال نيرف ها وهو جوا الكنال، بعطي تو برانشز، شو هم؟ بعطي برانش جاي هيك على البريمولر تيث بعطيهم كبلب، وبعطي برانش جوا البون طبعا اسمه انتيريو اجين، بعطي ايش الكناين والانسايزر تيث كبلب. طيب شو اسميهم؟ اسمع اذا كنت اسمعوا المعلومه هاي وانتم بدكم تتوقعوا، اذا اللي اعطى البلب تبع المولر سميناه بوستيريور سوبيريور الفيلر، بوستيريور لانه بوستيريور تيث، سوبيريور لانه ابر جو، الفيلر لانه فات منطقه الالفيولاي واعطى بلب، ماشي. فشو اسمي اللي راح يعطي الانتيريور تيث؟ انتيريور سوبيريور الفيلر، يا سلام، اذا هذا بوستيريور سوبيريور الفيلر وهذا
اللي يعطي الانتيريور تيث انتيريور سوبيريور الفيلر. طب هذا اللي جاي بالنص وراح يعطي البريمولرز، هيك حكيتها اصلا، اللي جاي بالنص ميدل سوبيريور الفيلر. شايفين كيف الواحد بيحفظ؟ اذا البلب تبع الاسنان للمولر تيث بوستيريور سوبيريور الفيلر، للبريمولرز ميدل سوبيريور الفيلر، للانتيريور تيث اللي هي كيناين وانسايزرز انتيريور سوبيريور الفيلر. لو بدي اخدر بلب، لو بدي اشتغل شغل اندو يعني حس سحب عصب، تمام؟ لانتيريور تيث لازم اخدر هذا النيرف، لبريمولرز لازم اخدر هذا النيرف، لمولرز لازم اخدر هذا النيرف، تمام؟ ممتاز جدا. فبقول لي هذا الانفرا اوربيتال نيرف بيطلع ثرو ايش؟ بقول لي اكزيت ثرو انفرا اوربيتال فورامن. والله هي انفرا اوربيتال فورامن طلع منها، صحيح. اهلا وسهلا. بعطي 3 برانشز بعد ما طلع. اسمع شو البرانشز وتخيلوهم معي. اول برانش بيطلعوا بلف وبرجع، بعطي السكن اوف ذا لور ايليد. الايليد بتعرفوا الايليد اللي هي ايش؟ هذه الايليد ايش معناها؟ الجفن، اللور ايليد، الجفن السفلي، تمام؟ طيب ماشي، بعطي هذا البرانش شو بسميه؟ انفيريور بالبيبرال. هي واحد. ثاني شيء بعطي، بكمل هنا منطقه الايلا اوف ذا نوز، هاي المنطقه بسميها ايلا اوف ذا نوز، اسمه نيزل برانش. يا سلام. واخر شيء بنزل تحت عند الليب، الابر ليب، فبنسميه سوبيريور ليبيال. سوبيريور ليبيال، بعطي الابر ليب. يا سلام، شفتوا كيف الموضوع بسيط؟ الموضوع بسيط. عندنا الانفرا اوربيتال نيرف اعطى 3 برانشز، انفيريور بالبيبرال للور ايليد، نيزل للايلا اوف ذا نوز والسايد اوف ذا نوز، سوبيريور ليبيال للابر ليب. خلصنا. اذا الانفرا اوربيتال نيرف كم برانش اعطى؟ بتقول لي 3، بقول لك 5. لا تنسى انه اعطى انفيريور بالبيبرال ونيزل وسوبيريور ليبيال، واعطى جوا العظم ميدل سوبيريور الفيلر وانتيريور سوبيريور الفيلر. اذا 5 برانشز، تخيلوا هالدايركت كونتينيويشن للمكسيلري نيرف. هاي مكسيلري دايركت كونتينيويشن له ايش؟ انفرا اوربيتال. اعطى 5 برانشز، تمام. طيب الان بدنا نحكي عن ايش؟ راح نحكي هسه عن النيرف تو تيريجويد كانال. طيب احنا قبل شوي شفنا النيرف تو تيريجويد كانال، خلينا نشوف. ها نرجع، هاي احنا عندنا المكسيلري نيرف، في عندنا نيرف هان اسمه نيرف تو تيريجويد كانال، صح؟ طب يا اخي انا شايفه مكمل اشي زي هذا واشي هذا، ايش هذول؟ ايوه ركز معي، ركز معي منيح، ركز ركز. ها شوفوا شو راح يصير هسه. الى نرجع هنا، شو هذا النيرف؟ اسمه فيشيال. فيشيال احنا بنعرف عنه شو؟ انه اعطى كورد تيمباني وانضم على اللينجوال. اهلا وسهلا، صحيح صحيح، خليه في بالك، تمام. ارجع ارجع هنا. الى الفيشيال فيه جانجليا اسمها جينيكيوليت جانجليون. ايش اسمها؟ جينيكيوليت جانجليون. الريليتد لمين؟ للفيشيال. اذا هاي الجينيكيوليت جانجليون، طلع لي على الجينيكيوليت جانجليون طلع منها النيرف، صح؟ شو اسمه؟ جريتر بتروزل. لا تخربط ما بين جريتر بتروزل اللي جاي من الفيشيال نيرف والليسر بتروزل اللي جاي من جلوسوفارينجيال نيرف، رجاء، تمام؟ ماشي. فعندنا فيشيال وجينيكيوليت جانجليون اعطت ايش؟ جريتر بتروزل. يا سلام، انا لحد الان مقتنع. يا اخي انا شايف في عندنا شبكة نيرفز، انا شو اسمها؟ هيك بس نشوف شو اسمها. اسمها انترنال كاروتيد بلكسس. شكلها ريليتد للانترنال كاروتيد. يا سلام، اها صحيح والله، ابدعت. ماشي. اذا في عندنا بلكسس، ايش اسمها؟ انترنال كاروتيد بلكسس. هاي الانترنال كاروتيد بلكسس يا سيدي العزيز اعطت شو هذا النيرف؟ شو اسمه؟ اسمه ديب بتروزل. دقيقة شو بلشت اخربط. عيد. عندنا فيشيال نيرف. فيو جانجليا اسمها جينيكيوليت جانجليا، اعطت نيرف اسمه جريتر بتروزل نيرف. ممتاز، هاي لحد الان متفقين عليها. وفي عندنا هنا بلكسس اوف نيرفز اسمهم انترنال كاروتيد بلكسس. ليش هيك اسمهم؟ لانهم قراب على الانترنال كاروتيد ارتري. اعطوا نيرف اسمه ديب بتروزل. امشي معهم امشي معهم. ها هاي جريت بتروزل وهي ديب بتروزل. مشوا، هاي جريت بتروزل وديب بتروزل، ايه شبكوا مع بعض، اعطوا نيرف تو تيريجويد كانال. فلو قلت لك هسه انه نيرف تو تيريجويد كانال تكون نتيجه لالتقاء جريتر بتروزال نيرف اللي جاي من الفيشل سبيسيفيكلي من جينيكيوليت جانجليون و ديب بتروزال اللي جاي من الانترنال كاروتيد بلكسس، هل هذا كلام صحيح؟ نعم والله كلام صحيح، كلام صحيح. وهذا الكلام اللي هسه راح نقعد يمكن 15 دقائق واحنا نحكي عنه بالسلايدات. الان هذا هيك نكتفي بهذا القدر في التطبيق، لازم اروح على السلايدات هسه وما حد يطلع من المحاضره لانه الكلام اللي راح احكيه هسه ما حكيته، تمام؟ راح نشوفه على الصور. اذا شوفوا ركزوا معي،
هاد نرجع وين بدأنا محاضرة. بدأنا محاضرتنا بالتريجو بلاتاين فوسا، قلنا انها انفيرتد تير دروب، حكينا عن الانتيريور وول والبوستيريور وول والميديال وول والسوبيريور وول. طيب هاي هي التريجو بلاتاين جيت ويز. ها هاي التريجو بلاتاين فوسا يا شباب، ها فيري امبورتنت، رجاء حذاري تمام. هاي التريجو بلاتاين فوسا لو بدور على النيزل كافيتي عن طريق سفينو بلاتاين فورامين، لو بدور على الفلور اوف ذا اوربت عن طريق في اوربيتال فيشر، لو بدروا على الانفوتيمبرال فوسا عن طريق تريجو مكزيل الفشر، وستو تعرفوا انه البوستيريور سوبير الفيولار نيرف مر فيها. طيب لو بدي اروح على الروف اوف ذا اورال كافيتي اللي تمر في بلاتاين كانال، زي ما مر مين جريتر بلاتاين نيرف. طيب لو بدي اروح على النيزو فارينكس بتمر ببلاتو فاجينا كانال، زي مين؟ زي ما مر فارينجيال نيرف. طيب لو بدي اروح على الميدل كرينيال فوسا، في امامك طرقتين، يا اما تروح عن طريق تريجويد كانال زي ما مر هسه النيرف اللي شفناه هسه نيرف تو تريجويد كانال، او عندك هاي اللي هي فورا من روتيدا اللي اصلا طلع منها المكزيلاري نيرف تمام. لو دروا على النيزل كيف قلنا لكم سفينو بلاتاين ايش فورا من، رجاء ديروا بالكم هاي المحاضره هاي سلايد هاي سلايد بيجي عليها سؤالين تقريبا. طيب الان اجين هاي قلنا مكزيلاري نيرف تمام، بيطلع من ميدل جرين الفسة وداك تريشن له هاي هذا الانفرا اوربيتال نيرف تمام، بعطي الفيربر بيبرال بعطي نيزل بعطي سوبيريور الفيلر بعطي انتيريور سوبيريور الفيلر وبعطي ميدل سوبيريور الفيلر، شايفين هالمنطقة؟ بعطي ميدل سوبيريور الفيلر، ميدل سوبيريور الفيلر، انتيريور سوبيريور الفيلر، انفيرور بالبيبرال، نيزل وسوبيريور ليبيال، شايفين خمسة برانشز. هاي البرانشز تبعت ايش؟ المكزيلري نيرف كلهم اللي رح نحكي عنهم، تمام؟ هاي جريتر بلاتاين، تمام؟ وهاي الليسر بلاتاين، جريتر طلع من الفورامين هاي، تمام؟ وبعطي البلات، جريتر بلاتاين بعطي برانش اسمه بوستيريور انفيرور نيزل، الليسر بعطي السوفت بلات، هاي شايفين راجع على السوفت بلات. طيب في عنا نيزل برانشز، النيزل برانشز هذه زي مين؟ زي البوستيريور سوبيريور لاترال نيزل وبوستيريور سوبيريور ميديال نيزل. كيف بده يفوت كيف بده اطلع من كيف بدي امرها نرجع الجيت ويز؟ كيف بدي اتحرك من التريجو بلاتاين فوسا على النيزل كافيتي؟ بقول لك مر بسفينو بلاتاين فورامين، خلينا نشوف والله شو بيشرح لي. هيو مر سفينو بلاتاين فورامين، ما في داعي تحفظ والله ما في داعي تحفظ، اذا حفظت الجيت ويز خلص نقطة. اسمه لاترال نيزل نير شو راح يعطي؟ لاترال وول. طب اسمه ميديال نيزل شو راح يعطي؟ نيزل سبتم يعني الميديال وول. طيب في عنا برضه نيزل برانشز من المجزري النيرف نفسها نيزل برانشز، في عنا نيزو بلاتاين، نيزو بلاتاين يعني جاي من النيزل كافيتي، راح يكون جاي من النيزل كافيتي راح ينزل على هاي المنطقه، راح ينزل ها النيزل كافيتي راح ينزل على ايش؟ الاور كافيتي او على البلات، هيو هذا النيرف شايفينه تمام. فبعطي الميكوزا البوستيريو للانسايزر تيث، الفرنجيال برانش بمر بمين؟ ايه بمر ب بلاتو فاجينا كانال، وين مكتوبه؟ هاي ليز ثرو بلاتو فاجينا كانال. طيب زيجوماتيك نيرف هاي شايفين هاي هذا زي هاي ماكسيلري، هاي زيجوماتيك نيرف بعطي زيجوماتيكو تيمبرال وزيجوماتيكو فيشيال ممتاز. هاي هذا بوستيريو سوبيريو الفيلر مرسوم خطا، لازم يكون هان بالتريجو ماكسيلري فيشر تمام. بعطي البلب، شايفين كيف بعطي بلب للمولر تيث؟ طيب ومين بعطي البري مولر؟ الانفرا اوربيتال نيرف، شايفين بعطي ميدل سوبيريور الفيلر وبعطي انتيريور سوبيريور الفيلر، الانتيريور تيث وذا البري مولرز تمام. الانفرا اوربيتال نيرف شايفين هاي حكينا على البرانش تبعته انه هو دايركت كونتينويشن للانفرا اوربيتال هيو تمام. بعطي ميدل سوبيريور الفيلر وبعطي انتيريور سوبيريور الفيلر اهلا وسهلا، وبعطي انفيرور بالبيبرال بعطي نيزل وبعطي سوبيريور ليبيان ممتاز. النيرف تو تريجويد كانال هانا هانا نبدا تمام، هانا انتهينا بالتطبيق. نيرف تو تريجويد كانال يتكون في الميدل كرينيال فوسا، كيف قلنا؟ اجتماع الجريتر بتروز اللي هو اجى من الفيشيال سبيسيفيك من جينيكيلويد جانجليون، ودي بتروز اللي اجى من الانترنال كاروتيد بلكسس. هاي هذا كلام شفتوه بعينيك وانا مش بحاجه اني انا هسه اوضح. بفوت عن طريق التريجويد هاي التريجويد كانال بفوت فيه، هاي شايفين نيرف تو تريجويد كانال، بيمشي 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 انضم على الجانجلي هاي ولا ما انضم؟ اه والله اسم شو اسمها الجانجلي هاي؟ تريجو بلاتان جانجليا، موجوده بالتريجو بلاتان فوسا، في شرح اسميها تريجو بلاتان جانجليا اكيد. اسمعوا هاي المعلومه وما بدي هسه تحفظوها بس اسمعوها. في عندنا بري جانجليونيك باراسمباتيك فايبرز بالجريتر بتروزل اللي اجى من مين؟ من الفيشيال. في عندنا بوست جانجليونيك سمباثيتك موجوده في الديب بتروزل اللي اجى من الانترنال كاروتيد بلكسس. هاي هيك بس شو اللي اياها هسه بنشرحها. اجين رجع بقول لي جريتر بتروزل برانش من الفيشيال في الميدل اير كافيتي. هاي عندنا الفيشيال نيرف تمام؟ هاي الجينيكيوليت جانجليون طلع عندنا هذا جريتر بتروزل. بالميديال وول اوف ذا تيمبانيك كافيتي فروم جينيكيوليت جانجليون. تمام ما احنا بنعرف احنا عندنا انه الفيشل 7 و8 الفيستيبيول كوكلير بيمروا بالانترنال اكوستيك ميتاس، هاي قدامكم شايف انترنال اكوستيك ميتاس وهي 7 و8 تمام، فعشان هيك بعمل لي ريليشن لها بالاذن الوسطى تمام او بالتمبانيك كافيتي ميديال وول اوف ذا تمبانيك كافيتي تمام.
فالمهم هذا الجريتر بتروزل كيف راح يطلع الميدل كانيون الفوسة؟ عن طريق فورامن. شو اسمها؟ جريتر بتروزل فورامن، اكيد هو موجود في عظم، فراح يطلع من العظم كيف؟ عن طريق كنال على اسمه جريتر بتروزل ايش؟ كنال او فورامن. اجين جريتر بتروزل نيرف هيو طلع من عند الجينيكيت جانجلي تبعت الفيشل نيرف. شو بده؟ ترى شو بقول لي؟ باسز اوفر فورامن لاسيرم وير ات جوينز ديب بتروزل نيرف تو فورم نيرف تو تريجود كنال. دقيقه شوي، انا بعرف انه الجريتر بتروزل راح ينضم على الديب بتروزل عشان يعمل لي نيرف تو تريجود، بس هاي شو معنات باس اوفر فورامن لاسيرم؟ تعال نشوف هاي هاي الصوره. طلع لي على الجريتر بتروزل، ترى كيف هاي الفورامن اللي هنا موجوده اسمها لاسيرم، فهذا الكارتليج بغطي فورامن، هاي في عندنا كارتليج فيلينج فورامن لاسيرم. هذا الجريتر بتروزل بفوت فيه، بفوت على الفورامن لاسيرم، تمام؟ ليه؟ عشان ينضم مع الديب بتروزل. ليه؟ عشان يعمل لي نيرف تو تريجويد كنال. ليه؟ عشان ينضم على التريجويد او تريجو بلاتان جانجليون، تمام؟ اخر شيء التريجو بلاتان جانجليون اللي هي معلقه من الماكسيلاري نيرف. هاي كل هذا مكتوب هنا. طيب الجريت بتروزل رجع، الجريت بتروزل وينه؟ هيو، تمام؟ شو راح يسوي؟ موجود في البوستير مارجن اوف ذا ميدل كرين الفوسه، لان احنا قلنا بنعرف لو بنطلع على السكال من فوق، ها احنا عندنا مثلا السكال هيك جايه، قلنا قسمناها الى انتيريو كرينيال الفوسه، ميدل كرينيال الفوسه، وبوستيريو كرينيال الفوسه، صح هذا الكلام؟ صحيح. الان احنا شو قلنا؟ قلنا انه البوستيريور بارت من ميدل كرينيال الفوسه، هاي بوستيريور مارجن اوف ذا ميدل كرينيال الفوسه، اندر الانترنال كاروتيد ارتري، هاي انترنال كاروتيد ارتري ها، تحته شوفي ان هاي الجريتر بتروزل، صحيح والله. فالجريتر بتروزل جاي تحت الانترنال كاروتيد ارتري، مزبوط كلام اقنعني. بيفوت على السوبيريور سيرفيس لكارتليج بملا الفورامين لاسيرم، هاي فورامين لاسيرم موجوده هنا، في كارتليج بمليها اسمه كارتليج فيلينج فورامين لاسيرم. على السوبيريور سيرفيس له بمر هذا الجريتر بتروزل نيرف، اه والله مكتوب هنا كمان. ثم بعد ذلك ينضم مع مين؟ مع الديب بتروزل نيرف، ليش؟ عشان يعمل لي نيرف وتريجود كنال، شايفين تكرار تكرار. طيب هاي خلصنا من مين؟ من الجريتر بتروزل نيرف. هسه بدنا نحكي عن الديب بتروزل نيرف، الديب بتروزل نيرف. قبل شوي قلت لي انت عن الديب بتروزل نيرف هنا، وقلت لي معلومه مشي لي اياها، انه فيه بوث جانجليونيك سمباثيتك، اه والله، رجع مشي لي بوث جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، برضه لحد الان بقول لك مشي لي اياها، لا مش لهسه، هذا بوضح. شوفوا لي هذا الموضوع، طلع كيف. الان شوفوا لي شباب هنا في عندنا في منطقه النك ترنك اسمه سمباثيتك ترنك. فيو فايبرز اسمها بري جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، ماشي اهلا وسهلا. هاي الفايبرز بري جانجليونيك سمباثيتك، ها امشي 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 مع الفايبرز هذه، ايه وصلنا جانجليا. هاي الجانجليا اللي وصلناها اسمها سوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليا. هل هذا الكلام حكيته صعب؟ لا والله سهل. ايش هي؟ عيد، في عندنا في النك ترنك اسمه سمباثيتك ترنك، اطلعنا على الفايبرز اللي جواته لقيناها بري جانجليونيك سمباثيتك. طالما انها بري جانجليونيك فهل عملت ساينابس؟ لا والله لسه. طب خلينا نمشي معها نشوف انها تعمل ساينابس. امشي 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 ايه، وصلنا السوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليا. جانجليا موجوده بمنطقه النك، في سوبيريور في ميدل وفي انفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليا. هنا وصلت عند السوبيريور وعملت ساينابس، بعد ما عملت ساينابس طلع عندي نيرف او طلع عندي فايبرز محمل على الانترنال كاروتيد نيرف، محمل على الانترنال كاروتيد نيرف، امشي معه. اي راح اعمل لي انترنال كاروتيد بلكسس، بعد انترنال كاروتيد بلكسس انت بتعرف شو بيطلع؟ ديب بتروزل. فلو قلت لك الان انه الديب بتروزل فيه فايبرز بوست جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم والله صحيح. ليه؟ لان انا صرت اعرف انه البري جانجليونيك سمباثيتك كانت موجوده في السمباثيتك ترنك وعملت ساينابس في السوبيريو سيرفايكال جانجليا، والبوست جانجليونيك سمباثيتك طلعت على الانترنال كاروتيد نيرف ثم انترنال كاروتيد بلكسس ثم ديب بتروزل نيرف ثم مرت بالكارتليج الفيلينج فورامين لاسيرم وانضمت مع الجريتر بتروزل عملت نيرف تو تريجويد كانال. شايفين محل الصور كيف بتوضح كل شيء؟ ارجع اقرا ها، ديب بتروزل فيه بوست جانجليونيك سمباثيتك، فاهلا وسهلا انا بعرفها هاي. طيب اوريجينيت ان سوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون في النك، اه والله هاي الفايبرز اللي هو البوست جانجليونيك طلع من عند منطقه سوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليا، صحيح والله. طيب طلع من السوبيريور سيرفايكال جانجليا انضم على مين؟ على الانترنال كاروتيد نيرف ثم انترنال كاروتيد بلكسس ثم ديب بتروزل ثم ايش؟ نيرف تو كاروتيد عفوا نيرف تو تيرجود كانال ثم على الجانجليا هاي، اهلا وسهلا. اذا وضحت ان شاء الله، تمام؟ ارجع بقول لي تريجو بلاتاين جانجليا اللي هي جانجليا هاي، هي اللارجست اوف فور باراسمباثيتك جانجليا موجوده في الهيد، تمام؟ شو هم الفور سمباثيتك جانجليا؟ مش مطلوبه هاي، انا اضفتها من عندي عشان تكونوا عارفين. سيلياري، تمام؟ وتريجو بلاتاين اللي هي هاي، تمام؟ واوتيك
تعرفوها اللي جايه ميديال للمانديبولار ديفيجن اوف تراجمنال النيرف، والسب مانديبولار جانجليا اللي بتعرفوها برضو اللي انضم عليها اللينجوال نيرف. طيب تريجو بلاتاين جانجليون بوست جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز اوريجينيت في التريجو بلاتاين جانجليون بوست جانجليونيك باراسمباثيتك. اذا هي باراسمباثيتك فايبرز اكيد البوست جانجليونيك فايبرز راح تطلع منها، يعني في عندنا سينابس راح يصير دائما الباراسمباثيتك فايبرز راح تعمل سينابس في الباراسمباثيتك نيرف او في الباراسمباثيتك جانجليا، والسمباثيتك فايبرز راح تعمل سينابس في السمباثيتك جانجليا. طيب طب اذا في هل في عندنا سمباثيتك بتمر بباراسمباثيتك جانجليا؟ اسمع الجمله هاي رجاء. اذا في عندي سمباثيتك فايبرز كان لابد انها تمر في في باراسمباثيتك جانجليا، هي فقط تمر خلالها بدون سينابس، فقط باسنج ثرو هاي الجانجليا بدون سينابس. كيف؟ فرجيني كمان. هاي طلعوا هاي جانجليا، هاي تريجو بلاتاين جانجليا، هي باراسمباثيتك صح؟ هاي هذا الاخضر عمل سينابس، شو بنسميه هذا؟ باراسمباثيتك. طب هذا الازرق اللي تحت بس مر خلالها، شو هو؟ سمباثيتك. تمام ديروا بالكم. طيب الفايبرز ثم بعدك تتوزع، اشي اوربيتال عن طريق البلاتش اخذناها، اشي بلاتاين، اشي نيزل، اشي بارنجيال، بتعرفوا هذا الكلام. ليه؟ عشان يعطي مثلا النيزل كافيتي فيها ميوكس جلانز، الاورال كافيتي فيها سليفري جلانز، الاوربت فيها لاكريمال جلانز فبتعطيها سبلاي. طيب تمام نرجع الديب بتروزل. تمام الديب بتروزل اللي اجى من مين؟ من انترنال كاروتيد بليكسس. الفايبرز جاي من مين؟ من انترنال كاروتيد نيرف. اللي جاي من مين؟ من الايش؟ سوبيريور سيرفايكال جانجليون. فالفايبرز فروم تريجو بلاتاين جانجليون اللي جايه هنا تمام جوين المين ترانك اوف ماكسيلري نيرف اند ديستريبيوتد ويز. دقيقه شوي، فايبرز جاي من التريجو بلاتاين جانجليون بتفوت على الماكسيلري نيرف. طلع كيف؟ هاي فايبرز جاي من التريجو بلاتاين جانجليون صح، هاي فايبرز تمام تمر وتنضم لهذا النيرف. شو هذا النيرف؟ هيو ماكسيلري نيرف. اذا جملتك اللي حكيتها هاي اقنعتني فيها كيف بالصوره هايها بوست او فايبرز من التريجو بلاتاين جانجليون هايهم بنضموا على المين ترانك اوف ماكسيلري. اذا كلام سليم. ثم they are distributed with زيجوماتيك. دقيق ها، هاي من الماكسيلري distributed في زيجوماتيك. نعم بالبوستيريو سوبيريو الفيلر، هاي هنا بوستيريو سوبيريو الفيلر تمام مش موجود هنا. طيب بالانفرا اوربيتال، برضو على الانفرا اوربيتال ممتاز. اسمع الجمله هاي، فايبرز ليف ذا زيجوماتيكو تيمبورال برانش اوف ذا زيجوماتيك نيرف. دقيقه شوي، هاي زيجوماتيك نيرف في عندنا هذولا، هذا ايش اسمه؟ هذا زيجوماتيكو تيمبورال اللي حكينا عنه، زيجوماتيكو تيمبورال صح. في عندنا فايبرز اللي موجوده في الزيجوماتيك بتطلع من الزيجوماتيك بتروح على الزيجوماتيكو تيمبورال، او هذا زيجوماتيكو تيمبورال، هاي برانشز من الزيجوماتيكو تيمبورال، يعني هاي زيجوماتيكو تيمبورال اعطى برانش اسمه برانش اوف زيجوماتيكو تيمبورال نيرف. مالها هاي فايبرز؟ ترافل اب ذا لاترال اوربيتال وول، والله بتطلع فوق تو جوين لاكريمال نيرف. هاي لاكريمال نيرف، هاي البرانشز اللي جايه من الزيجوماتيكو تيمبورال، هل انضمت مع اللاكريمال نيرف؟ نعم. ليش؟ عشان تعطيني اللاكريمال جلاند سبلاي. دقيقه شوي، دام انك ذكرت لاكريمال جلاند اللي هي الغده التي تصنع الدموع، يلا اشرح لي اياها. يلا ابشر، عندنا نيرف سبلاي لللاكريمال جلاند. النيرف سبلاي لللاكريمال جلاند ثلاثه، بحكي عن جنرال سنسيشن، بحكي عن باراسمباثيتك، وبحكي عن سمباثيتك. تمام؟ اذا بحكي عن الجنرال سنسيشن فالنيرف سبلاي هو اللاكريمال نيرف اللي اجى من الاوفثالميك نيرف. دقيقه شوي، احنا عندنا تراجمنال نيرف صح؟ بعطي اوفثالميك نيرف صح؟ الاوفثالميك نيرف بعطي برانش اسمه لاكريمال نيرف. تمام؟ هذا اللاكريمال نيرف بعطي جنرال سنسيشن لللاكريمال جلاند. ممتاز، هي وحده. ثاني شيء اللاكريمال جلاند هي بتاخذ باراسمباثيتك انرفيشن. الباراسمباثيتك انرفيشن هذا نطلع شو اللون؟ اخضر باراسمباثيتك صح، وفي ان هذا البرتقالي فنطلع هي والله في واحد اخضر. ارجع 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 ارجع، اخضر 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 اخضر. تمام دقيقه وين راح ضيعته انا؟ عفوا برتقالي. تمام انا خربطت، هاي برتقالي، ارجع البرتقالي، هذا 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 هيك 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 هيك، هي عمل سينابس. تمام طيب عمل سينابس مع مين؟ مع الاخضر اللي قبله. اذا هذا كان بوست جانجلينيك وهذا مين؟ بري جانجلينيك. الاخضر ارجع، الاخضر من مين جاي اصله؟ من جريتر بتروزل. فبقول لي الباراسمباثيتك انرفيشن اوريجينالي جاي من جريتر بتروزل نيرف. جريتر بتروزل اللي بنعرف اصلا اللي اجى من مين؟ من الفيشل. من مين؟ من الفيشل، من عند الجينيكيوليت جانجليون. تمام والله انا متوقع ان احنا فرطنا الماده هاي فرط، ان شاء الله انها كله واضح. طيب هذا فيما يخص الباراسمباثيتك. طيب اذا هاي شايفين في ان هذا الكحلي، هاي الفايبر الكحلي سمباثيتك فايبر. تمام من وين جاي؟ ارجع معي السمباثيتك فايبر، هي اللي مر خلال بس التريجوبلاتان جاليا، بس مر مرور الكرام
فقط مره مرور الكلام دون ما يعمل سايناش. من وين جاي؟ من وين جاي؟ من هنا. هذا شو اسمه؟ ديب بتروزل. فسمبثتك انرفيشن اوريجينالي جاي من الديب بتروزل نيرف. الديب بتروزل اللي اجى من وين؟ من عند البلكسس هاي. ايوه اللي اجى من الكاردوت البلكسس. اللي اجى من وين؟ من السوبيريو سيرفايكال جانجل. هاي والله حقها هايو ديب بتروزل اجى من انترنال كاروتيد البلكسس، اللي اجت من انترنال كاروتيد نيرف، اللي اجت من السوبيريو سيرفايكال جانجل. تمام، كله تكرار ان شاء الله تعالى توضح الموضوع. تمام، نفس الشيء هنا، هاي السوبيريو سيرفايكال جانجليا اعطت، طلع منها البوست جانجلونيك نيرف سمباثيك نيرف، انضم على الانترنال كاروتيد نيرف ثم انترنال كاروتيد بلكسس، ثم انضم على مين؟ احنا بنحكي عن سمباثيك، مين؟ على الديب بتروزل. تمام، ان شاء الله انا وضحت. طيب دخي، انت حكيت لنا في المحاضره الماضيه عن الماكسيلري ارتري فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت، صحيح؟ طب حكيت لنا عن البرانشز اللي بتطلع من الفيرست بارت اللي هي كانت اختصارها ميد، وعن السكند بارت كانت ايش؟ ميك دينر بيفور بارتي. طبعا الثيرد بارت متى؟ في المحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.